بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم في الجزء الثالث والأخير من محاضرتنا النهاردة، واللي بنتكلم فيها عن فئة مهمة جدا من فئات مصادر المعلومات المرجعية اللي تركها لنا علماءنا العرب والمسلمين في عصورهم الوسطى اللي هي العصور الذهبية. في محاضرتنا النهاردة بنتكلم عن فئة مهمة من فئات مصادر المعلومات المرجعية، وهي المراجع البيبلوغرافية. قلنا في الجزء الأول أو في الجزء الأول والثاني إن العرب والمسلمين اهتموا بتأليف وإعداد المراجع البيبلوغرافية، واهتمامهم ده كان متأثرا بشعوب وأمم وحضارات أخرى كالشعب أو الحضارة اليونانية. قلنا ان العرب والمسلمين انتجوا ثلاثة فئات من فئات المراجع البيبلوغرافية: الفئة الاولى وهي فهارس الشيوخ، الفئة الثانية وهي فهارس المؤلفين، الفئة الثالثة وهي البيبلوغرافيات اللي هنتكلم عنها دلوقتي. بالنسبة للفئة الاولى وهي فهارس الشيوخ، قلنا ان هي كانت عبارة عن قوائم بيبلوغرافية ايضا بتحصر وتسجل الكتب او المؤلفات اللي هي ألفها شيخ من الشيوخ وأعطاها أو ألقاها على تلاميذه خلال حلقات الدرس والدراسة. وقلنا أنها كانت بتسجل إما بواسطة أو بتعد بواسطة الشيخ نفسه أو أحد المقربين منه، وخاصة التلاميذ بتوعه. الفئة الثانية قلنا أنها فهارس المؤلفين، وأن هي برضو كانت قائمة بيبلوغرافية أو عبارة عن قوائم بيبلوغرافية أيضا بتسجل فيها مؤلفات مؤلف بعينه. وقلنا ان العرب المسلمين اهتموا باعداد مثل هذه الفئة من المراجع البيبلوغرافية في بداية الامر للأعاجم، وبعد كده اهتموا باعدادها للعلماء العرب اللي هم كان ليهم مؤلفات وليهم كتب. وقلنا ان هذه الفئة من المراجع البيبلوغرافية اللي هي فهارس المؤلفين كانت بتعد بطريقتين: اما ان المؤلف كان بيعملها بنفسه للمؤلفات بتاعته، او اما ان شخص اخر كان بيعملها لمؤلفات مؤلف بعينه. ودينا ثلاث امثله من امثله فهارس المؤلفين اللي اتعملت لعلماء العرب وليسوا للأعاجم. دلوقتي في الجزء الاخير من محاضرتنا هنتكلم عن النوع او الشكل الاخير من المراجع البيبلوغرافية اللي نجح العرب والمسلمين في تأليفه واعداده، وهذا الشكل اسمه البيبلوغرافيات. البيبلوغرافيات في حقيقة الامر مش هتختلف عن فهارس الشيوخ او فهارس المؤلفين، ايضا البيبلوغرافيات هي مجرد مصطلح حديث شوية، يمكن احنا مصطلح انا اسف ظل يستخدم حتى وقتنا الحاضر، وهي زي فهارس الشيوخ وزي فهارس المؤلفين عبارة عن قوائم بتشتمل على بيانات احنا بنسميها في عصرنا الحديث ببيانات الوصف المادي او البيانات البيبلوغرافية، وذلك حول كتب لمؤلف معين او كتب في موضوع او علم معين من او العلوم، او كتب اتألفت في فترة زمنية معينة، او كتب اتألفت في منطقة جغرافية او بلد او مكان او دولة معينة. العرب المسلمين بعد ازدهار او بعد الازدهار الكبير في الثقافة العربية والاسلامية، وبعد انتشار الوراقين والنساخ، واحنا اظن في محاضرتنا في الكلية قلنا مين هم الوراقين ومين هم النساخ، وبعد انتشار حركة انشاء المكتبات في معظم ارجاء او بلدان العالم الاسلامي، بدأوا ان هم يهتموا باعداد او تدوين او تأليف البيبلوغرافيات بكثافة عددية كبيرة جدا، وذلك لخدمة المثقفين اللي هم عايزين يعرفوا الكتب اللي هي تألفت في علم معين، او الكتب اللي تألفت لمؤلف معين او لعالم معين، او الكتب اللي تألفت في مكان او بلدة معينة من البلدان. فهنلاقي ان البيبلوغرافيات هي مش حاجة ما كانتش حاجة مختلفة عن فهارس الشيوخ والمؤلفين، ولكن نقدر نقول ان هي كانت اكثر او كانت شكل جديد من اشكال التطور في مجال تأليف وانتاج المراجع البيبلوغرافية. وان شاء رب العالمين احنا
في المحاضرة الجاية احنا مش هناخد شكل جديد من اشكال المراجع الببلوغرافية، ولكن احنا هنكمل المحاضرة بتاعتنا النهاردة اللي بنتكلم فيها عن المراجع الببلوغرافية، بس في المحاضرة اللي جاية هتبقى محاضرة عملية شوية. يعني ايه محاضرة عملية؟ هناخد ثلاث نماذج من النماذج اللي هي او ثلاث نماذج مهمة جدا للمراجع الببلوغرافية اللي طرقها لنا علماء العرب المسلمين، وهنبدأ ان احنا خلال المحاضرة الجاية هنتكلم عن كل واحد فيهم بالتفصيل. هناخد ان شاء رب العالمين المحاضرة الجاية فهرست ابن النديم، هناخد فهرست كشف الظنون، هناخد فهرست مفتاح السعادة، او هناخد تاني يبقى المحاضرة الجاية احنا هنكمل محاضرتنا النهاردة اللي هي الخاصة بالمراجع الببلوغرافية، هتبقى محاضرة عملية هنتناول فيها نماذج للمراجع الببلوغرافية العامة اللي ألفها وانتجها علماءنا العرب والمسلمين، وهناخد ثلاث نماذج اللي هو فهرست ابن النديم و كشف الظنون ومفتاح السعادة. فياريت لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا واتمنى ذلك ان انتوا تقروا التلات حاجات دول لانهم مهمين جدا، وانا بأكد عليكم اهو مهمين جدا 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 جدا، وبنسبة كبيرة مفيش مشكلة ومفيش مانع ان تلاقوا اي حاجة من الحاجات دي جايلكوا في الامتحانات، فدول مهمين جدا، فاتمنى ان انتوا تراجعوهم، اتمنى ان انتوا تحضروا المحاضرة الجاية بتاعتنا وتعرفوا او تقروا في الكتاب معاكوا او يعني ايه تقروا عن الفهرست بتاع ابن نديم، وتقروا عن كشف الظنون، وتقروا عن مفتاح السعاده، هتلاقوهم موجودين عندكم في الكتاب في حدود التلات نماذج دول او التلات ببلوغرافيات دول، هتلاقوهم موجودين في حدود تلات او اربع او خمس صفحات بالكتير جدا. هاكد تاني وهكرر اللي ما معهوش الكتاب الورقي وما خدوش، هتلاقوا الكتاب متاح على موقع الكليه، اللي مش قادر ينزله من موقع الكليه فانا بحاول ان انا يعرفني ان هو مش قادر ينزله من على موقع الكلية، وممكن ان انا ابعت له نسخة سوفت على الايميل بتاعه او على اي حساب الكتروني خاص بي. شكرا جزيلا، والتقي بكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية، ولو سمحتوا لو سمحتوا المحاضرات بتاعتنا اللي احنا بننزلها فيديو لو سمحتوا احفظوها عندكم على الديسكتوب على اجهزة الكمبيوتر بتاعتكم، او احفظوها على الموبايلات بتاعتكم ايا كان، وكده كده انا بسيب لكم الروابط على قناة اليوتيوب. شكرا، وانتهينا النهاردة كده من محاضرتنا بتاعتنا اللي اتكلمنا فيها عن فئة مهمة من فئات مصادر المعلومات المرجعية اللي هي المراجع الببلوغرافية. ما خلصناش لسه المراجع الببلوغرافية، ولكن هنكملها المرة الجاية ان شاء الله من خلال شرح ثلاث نماذج من نماذج الببلوغرافيات اللي طرقها لينا العرب. المحاضرة بتاعتنا النهاردة هتلاقوها موجودة في الكتاب في الصفحة من رقم 90 لصفحة 92. لو سمحتوا اللي يخش على رابط او روابط الثلاث ملفات اللي خاصين بمحاضرة النهاردة، لو سمحتوا لو سمحتوا يسجل اسمه في التعليقات زي ما هو موجود في الكشف بتاعك وشوف الطلاب، عشان الموضوع ده مهم جدا 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 لأي عمليات تقييمية بعد كده. شكرا جزيلا، وألتقي بكم بمشيئة الرحمن في محاضرتنا القادمة الأسبوع القادم.